السلام عليكم طلاب الصف الثالث. اليوم عندنا درس جديد عمره العادل. خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس، فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدره وحولها أطفال يبكون، فسألها الخليفة قائلا: لماذا يبكي الأطفال؟ قالت: إنهم يبكون من الجوع. فقال الخليفة: وما الذي في القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. خرج الخليفة مسرعا وذهب إلى بيته وحمل سمنا وكيسا من الطحين ورجع إلى المرأة، ثم جلس ووضع مقدارا من الطحين وقليلا من السمن في القدر وأعد طعاما للأطفال وأطعمهم. شبع الأطفال وفرحوا وناموا، وخرج الخليفة مسرورا بفرحه. هسه نقرأ معاني الكلمات. يتفقد، يسأل عن أحوال الناس وأمورهم. سمنا، دهنا. مقدارا، كمية. أعد طعاما، أحضر الطعام. راح نشرح معنى الدرس. عمر العادل، طبعا كنا نعرف الخليفة عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين. كان دائما سيدنا عمر بن الخطاب يطلع بالليل يتفقد احوال الناس، يشوف شنو محتاجين، شنو تريد يعني الرعيه، كان ذاك الوقت يسمون الناس. المهم خرج الخليفه عمر بن الخطاب يتفقد احوال الناس، لقى بطريقه امراه حاطه قدر بمي، سالها واطفال طبعا حولها يعني داير مدايرها ويبكون. سالها الخليفه قالها: ليش يعني يبكون الاطفال؟ قالت له: يبكون من الجوع. فقال الخليفة: ما الذي في القدر؟ طبعا مثل ما أنا قلت لكم هو بالقدر هو حاطة هي مي حتى تسكتهم بي، يعني تحمي مي وتطيهم. الخليفة تفاجأ يعني بصراحة من شافته، يعني هم عائلة ودا تبكي وما عندهم أكل. طلع رأسا عاف المرأة وطلع راح لبيته، جاب كيس من سمنا وكيسة من الطحين، يعني جاب دهن. السمنا يعني دهن أو زيت، وكيسا من الطحين، ورجع الى المرأة. الى الامرأة، طبعا الى المرأة جاها، جاب لها الطحين والكيس، جلس وضع مقدار من الطحين وقليلا من السمن في القدر وعد طعام لهم وسوى لهم اكل. الاطفال طبعا من فرحهم اكلوا وفرحة وشبعوا وناموا. خرج الخليفة فرحان لان هو اطعم العائلة المسكينة اللي كانت محتاجة الى اكل. ها طبعا ايام قبل هو كانوا النبي محمد على هاي المسيره يتفقدون احوال الناس، الخلفاء الراشدين كلهم كانوا هذا الشيء. هذا درسنا طلابي. شنو انتم الواجب لكم؟ الواجب تكتبوا مره واحده بالدفتر مع المعاني تكتبوها واسئله. طلاب بعد ما قرينا الدرس وشرحنا هسه الكلمات الصعبه. عمر العادل، خرج الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد احوال الناس، فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدره وحولها أطفال يبكون، فسألها قائلا: لماذا يبكي الأطفال؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. وحملت سمنا وكيسا من الطحين ورجع إلى المرأة، ثم جلس ووضع مقدارا من الطحين وقليلا من السمن وعد طعاما للأطفال وأطعمهم. وخرج الخليفة مسرورا لفرحهم، شبع الأطفال وفرحوا وناموا. طلاب هاي الكلمات الصعبة قدامكم، وكتبنا الكلمات بالدفتر كل شيء إن شاء الله.